التكنولوجيا دلوقتي بقت ليها وضعها دلوقتي في كل حاجه. بالظبط. وعشان الموضوع يبقى اكثر تحديدا هنروح معاكم اللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئه نظافه وتجميل القاهره. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. رمضان كريم. وانت طيب يا فندم. اهلا بسعادتك يا فندم. عايزين نفهم اكتر يعني ايه منظومه الجي بي اس والاكواد اللي هيتم منحها سواء للاشخاص او الكود العماره او الشقه، لو حضرتك توضحها لنا. التوضيح باختصار يا فندم، حضرتك عارف ان القاهره كمدينه هي مدينه كبيره. القاهره اداريا متقسمه لاربع مناطق: المنطقه الجنوبيه، المنطقه الشماليه، الغربيه، الشرقيه. الوقت الحالي بالنسبه لمنظومه النظافه، المنطقه الشرقيه بقت مع شركه قطاع خاص، هي شركه انفيرو ماستر. المنطقه الغربيه بقت مع شركه ارتقاء. المنطقه الجنوبيه والمنطقه الشماليه دي ما موجوده مع الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره. موضوع النظافه بيتقسم لنوعين زي ما حضراتكم عارفين: في الجامع السكني وفي نظافه الشوارع. لازم يكون في رسم الخريطه على الارض، بحيث ان احنا عارفين طبعا المناظر اللي احنا بنشوفها في الشوارع، ان في تبقى لا موجوده، ما بتبقى موجوده في الطرقات، تكون موجوده تحت الكباري، في اماكن معينه اللي الناس اتعودت انها بترمي فيها. طب احنا عايزين نقضي على هذه الظاهره عشان يبقى في فرصه ان احنا ننظف الشوارع، نغسلها، تظهر العاصمه بالمظهر اللائق ليها كمدينه كبيره زي مدينه القاهره. فكان لازم تقسيم القاهره لمربعات بالكامل، سواء كان في الاربع مناطق، بحيث ان تحديد كل مربع بعدد عمارات، بعدد شقق، بالخارج الناتج من المنطقه دي. يعني مثلا الشقه بتتحسب تقريبا ان المخرجات بتاعتها ممكن تبقى في حدود 2.5 كيلو تقريبا، يعني بالنسبه للمخلفات البلديه الصلبه. عايزين نضمن ان المتعهد او الجامع القمامه انه بيوصل لكل شقه وبيوصل لكل عماره، فبالتالي بيبقى فيها، يبقى ان شاء الله في كود على كل عماره، بحيث ان احنا نضمن بالتحول الرقمي اللي موجود في الهيئه العامه لنظافه وتجميل القاهره في الوقت الحالي، بباركود موجود على كل، يعني ممكن نوصل لكل شقه. بس الموضوع ده عشان هياخد معانا وقت، هياخد معانا فتره، بحيث ان احنا هنبدا بمناطق ثم ان احنا نتوالى منطقه بعد منطقه، بحيث في الاخر بنوصل ان بيتم المراقبه الفعليه بالتحول الرقمي على جميع المربعات اللي موجوده داخل محافظه القاهره. هنشوف الحجم المخرجات اللي بيطلع من كل مربع او من كل منطقه. هنقول للمتعهد انه لازم ان احنا نحصل على الرقم ده بالنسبه للقمامه. بالنسبه للعربيات، اللي لازم مراقبه جميع العربيات اللي هي بتقوم بحمل المخلفات في شوارع القاهره بالكامل، ليها خط سير. بالجي بي اس بنبتدي نشوف خط سير العربيه مشيت في اتجاهها الصحيح، علشان اللي لو في ناس مثلا بترمي في الشوارع او الكلام ده، نقدر ان احنا نحكم السيطره على المخرجات اللي بتخرج سواء من الشقق او من المحلات او من اي مخرجات ممكن تخرج منها المخلفات. المنظومه دي ان شاء الله هتطبق مبدئيا يا فندم في الرقم الساخن للهيئه 152-64. احنا عايزين نضمن دلوقتي، ومواطن لازم يكون شريك معانا، لو في اي ان جامع القمامه ما وصلش لحد الشقه، يا ريت حضراتكم تبلغونا لحد ما تتابعوا عن كده مع بعض، ان احنا نعمل نظام تطبيق التحول الرقمي اللي موجود في الهيئه حاليا، ونظام المراقبه سواء جامع سكني او نظافه شوارع. جميل جدا. بس يعني هل العمليه هتبقى سهله بالنسبه لاستخدام الاكواد دي؟ يعني انا كمواطن مثلا في شقتي، او كما فهمت من الخبر يعني انه كمان اللي هيقوم بلم القمامه دي هيكون هو كمان معاه كود، او يعني العمليه دي هتبقى ماشيه ازاي تقنيا يعني؟ طيب هل ابلكيشن مثلا هننزله في البيوت فتشوف مثلا ميعاد العربيه جايه امتى، او الشخص يعني هتمشي ازاي؟ هقول لحضرتك، هو الابلكيشن هيكون مع المواطن، الموبايل العادي اللي هو معاه، احنا لينا هيبقى لينا صفحه على الفيسبوك، بحيث ان هو يقدر انه يتواصل معانا مع الهيئه، ان هو يبلغنا عن اي حاجه، عن اي مخالفه، سواء ايا كان المشكله بتاعته. احنا عايزين نعمل التواصل بيننا وبين المواطن عن طرق مختلفه. زي ما قلت لحضرتك، في دلوقتي حاليا الخط الساخن 152-64، تبليغ عن اي شق بالنسبه للتجميل، بالنسبه للنظافه، بالنسبه للاناره. بعد كده هننزل مع يعني قدامنا شهر او شهرين بالظبط ان شاء الله، ونطبق التحول الرقمي على مستوى الهيئه.
المواطن ممكن يخش على صفحتنا ويقول لنا الشكوى بتاعته وهنتجاوب معاه. الباركود اللي هيكون مثلا على كل عماره او على كل شقه بالتتابع دي فكره مطروحه وان شاء الله هتطبق بالتحول الرقمي اللي بيتنفذ. اننا دلوقتي الراجل ده بيبقى معاه الجهاز بيعمل على الباركود سواء على العماره او على الشقه او على الصندوق، انا بضمن ان هو وصل للشقه نفسها. هتاخد معانا وقت؟ هتاخد معانا وقت طبعا، ولكن احنا بدأنا فيها، احنا بدأنا فيها، وطالما بدأنا يبقى ان شاء الله بإذن الله هنوصل للنهاية بتاعتها بإذن الله. جميل جدا، احنا بنشكر شكرا جزيلا حضرتك طبعا لواء إيهاب الشرشابي.